اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. ميقات من جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم محمد عبيد الهيب أبو أسامة، ولد 1954/4/17، توفي 2022/6/11، رحمه الله رحمة الأبرار. اللهم تقبل مني هذه العمرة ويسرها لي واجعلها في ميزان حسنات المرحوم محمد عبيد. اللهم في هذه العمرة ثقل له الدرجات، ارفع له الموازين، وأظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك. واسقه يا الله من يد نبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم احشره مع زمرة المقربين إلى الرحمن وافدا. اللهم كما سترته تحت التراب استره يا الله يوم الحشر. اللهم ارحمه رحمة الأبرار، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. ندخل على صحن الطواف الشريف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحوم محمد عبيد الهيب رحمه الله وأسكنه الفسيح جناته، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل الصالح في ميزان حسناتكم جميعا، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. من صحن الطواف الشريف ومن جوار بيت الله العتيق استكملوا مناسك العمرة عن المرحوم محمد عبيد الهيب أبو أسامة، ولد 1954/4/17، توفي 2022/6/11، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والمن والفضل والعطاء يا أرحم الراحمين. اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا له من المؤمن سامعا ومجيبا يا الله. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابه وهون حسابه، وثقل له في هذه العمرة موازينه والهم وحسن الجواب يا الله. اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يبق بيننا وبينها إلا الدعاء. اللهم افرش قبره من فراش الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم طيب مرقده وآنس وحشته وارحمه يوم يبعثون يا الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد.